Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-salamu ala waliyillahi wa habibi. As-salamu ala khaliilillahi wa najibi. As-salamu ala safiyillahi wa ibn safiyyi. As-salamu ala al-Husayn al-Mazloom al-Shaheed. As-salamu ala al-Asir al-Kurbat wa qatil al-Abrat. Allahumma inni ashhadu annahu waliyyuka wa ibn waliyyik wa safiyyuka wa ibn safiyyik al-faizu bikaramatin akramtahu bishahada wa habawtahu bis-sa'ada wa ishtabaytahu bitaybil wilada wa ja'altahu sayyidan min as-sa'ada wa qa'idan القادة وذائدا من الذادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرض للأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغطرس وتردى في هوى وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار
المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى صفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء أشهد أنك أمين الله وابن أمين عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك وأشهد أنك أوفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك أني ولي لما والاه وعدو أبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني
خواتيم عملي وقلبي لقلبكم سل وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم فمعكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين.